الأبراج الخبيثة، يعني الأبراج اللي هي مش تلقائية أوي، الأبراج اللي هي حويطة شوية، أو الأبراج اللي أنت صعب إن أنت تنال ثقتها بسرعة أوي. يعني هنرتب كل الأبراج من المركز ل 12، الموضوع تصاعدي لحد ما نوصل للمركز الأول. خلوني سريعا أرحب بأجمل ناس وأجمل عيلة في الدنيا، وأدعو اللي ما اشتركش في القناة إن هو يشترك عشان إشعاراتنا توصل له على طول، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه. كل واحد يتوقع كده برجه هيجي في المركز الكام، وحد أذكى شوية يقول لنا المركز الأول. في المركز ال 12 هو برج القوس. القوس بعيد كل البعد عن الموضوع ده، بيجي معانا في المركز ال 12 اللي جواه براه واللي براه جواه، وصفة الحواطة دي وسهل كمان ان انت تنال ثقة هذا البرج. رجل او امرأة ما بيدققش قوي ومش معقد قوي. اعلى منه في المركز ال 11 حد توقع هو برج الاسد الناري، شرحه برج الاسد الناري، نفس اللي احنا قلناه عن القوس نقوله عن برج الاسد. ويا ريت ندوس لايك لو شايفين الحلقة دي مفيدة توصل لبقية اصدقائنا اللي بيشتكوا من عدم وصول الاشعارات. تعالوا بقى نوصل للمركز العاشر وناخد برج برضه بعيد عن موضوع حلقتنا ولكنه اعلى من البرجين دي دول، هو برج الدلو الهوائي، رجل او امرأة. قول برضو والله ان الصفة دي احيانا بتكون مطلوبة، ان انت ما تكشفش كل اوراقك مرة واحدة، وان انت تحتفظ بجانب كبير قوي من الخصوصية، وان انت تكون بتعرف تلف وتدور كل الحاجات دي والصفات دي لما بيمتلكها شخصية معينة. خلينا اقول ان هي بيبقى صعب الايقاع بيها او الامساك بها، زي ما التلقائية والبساطة وعدم التعقيد بكل مميزات برضو صراحة، على الجانب الاخر في مميزات. نخش بقى في منطقة وسطى، نوصل للمركز التاسع الجوزاء في منطقة وسطى، لا هو والبعيد قوي عن الموضوع ولا هو قمة قوي. برج الجوزاء يعني يجي في المركز التاسع، والمركز هنا موضح نفسه قوي وقايل اللي احنا عايزين نقوله. نعلى او اكتر نوصل للمركز الثامن هنلاقي برج الثور رجل او امرأة، منطقة وسطى حرفيا. برج القوس برج الثور عفوا بيجي معانا في المركز الثامن، مش في ابراج القمة ولا في ابراج القاع. برج الحبيبي يعني هنلاقيه مستنينا في المركز السابع، منطقة وسطى ايضا، عشان يعمل حلقة الفصل ما بين ابراج القاع وابراج القمة. وخلوني اقول لكم على حاجة استشفت قوي من خلال حلقات ترتيب الابراج عن برج، والله ان في مواضيع كثيرة يعني بيجي برجي او برج الحمل فاصل ما بين القمة والقاع، وده ممكن نستشف في النهاية مش عشان هو برجي، بس ان برج الحمل من الابراج المعتدلة في صفات كتير او في اغلب الصفات. يعني برج الحمل بيجي معانا في المركز السابع، ما اقدرش بقى اقول عليه كده او كده، انا اقول عليه بين البنين. من اول للمركز السادس برج الحوت المائي، هي الابراج دي اللي في صلب موضوع حلقتنا. برج الحوت بيجي في المركز السادس. برج الحوت خاف منه، خافوا منه برج الحوت، ما يغركمش بساطة وسلاسة ورقة وهدوء وسكون برج الحوت. برج الحوت دايما بنقول برج فيه تعقيدات كتير، ولما تدرسه معمول له كتاب قد كده في علم الفلك، برج الحوت الكتاب بتاعه من اكبر الكتب اللي انا شفتها في حياتي لكثرة الصفات والاسرار الموجودة في شخصية البرج ده. نعلى بقى ونطلع بقى ونوصل للمركز الخامس، حد توقع بقى؟ اكتبولي في التعليقات، انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها، واي حد تاني على الفيسبوك غير محمد ابو زيد يعني اعملوا له بلوك على طول، بيبقى نصاب وافاق وكذاب وكل الصفات اللي انتوا تقدروا تقولوها، رجاء ساعدونا في محاربة الظاهرة دي. برج الجدي رجل او امرأة بيجي معانا في المركز الخامس، ضاربا لنفسه مركز عالي وواحد من اعلى المراكز، ويعتبر من ابراج القمة، ولا تستهين ببرج الجدي في الموضوع ده، وان كان ممكن يظهر عكس كده لا هو كده. ولكن الجدي وكل الابراج اللي سبقت دي مش زي رباعي خط النار، مش زي رباعي القمة اللي احنا داخلين عليهم في حلقة النهاردة. الاربعة الدمار شامل في حلقة النهاردة، من اول المركز الرابع برج العذراء، رغم برضه بساطته وهدوءه وسكونه، إلا إن برج العذراء في الموضوع ده داهية من الدواهي الكبرى، داهية يعني طامة كبيرة قوي برج العذراء. ورغم الهدوء، وهدوء برج العذراء هو الهدوء الذي يسبق
العاصفة، لأن برج العذراء جواه حاجات كتير قوي، ومن الأبراج اللي هي يتعمل لها ألف حساب في الموضوع ده، وإلا ما كانش جه في المركز الرابع. التلاتة القمة، التلاتة اللي هم يعني الطب في حلقة النهاردة. الميزان، وما أدراك ببرج الميزان، الأنثى بتاعته هي العسل واللي مجننة كل الشباب. برج الميزان في المركز الثالث، مركز من أعلى المراكز اللي أنت بتقابلها في حلقة النهاردة، وهو برج خطير وبرج قوي وبرج يعني يتعمل له مش ألف حساب، 100 ألف حساب في الموضوع ده. وإن كنت ما بحبش أطول عليكم في الحلقات، كنت هتكلم وأشرح كل برج ليه بيتعمل له حساب في الموضوع ده، بالذات أبراج القمة. الاتنين الأوائل، حد توقع عقرب ولا سرطان؟ سرطان ولا عقرب؟ يلا اكتبوا معاكم 3 ثواني، السريع في الكتابة هيكون كتب. والله عارف أنا بقول لكم إيه. عامة برج السرطان بيجي معانا في المركز الثاني، واحد من أقوى وأخطر وأصعب، ولذلك احنا نقول إن برج السرطان من الأبراج الصعب جدا إن أنت تنال ثقتها وتكسب ثقتها وتدخل في حياتها وتدخلها في حياتك. وحلقة النهاردة ممكن يتكتب أو يتغير عنوانها لكده، الأبراج الصعب كمان ان انت تكسب ثقتها، او الابراج اللي هي صعب ان هي تشعر منك بالامان او تديك الامان بالسهوله. يعني مواضيع كتيره، ولكن العنوان اللي احنا اخترناه النهارده عنوان يعني هيكون اعمق واشمل شويه، لانه بيجيب الصفات من بعيد وبيجيب من الاخر قوي. السرطان في المركز الثاني، ولا تنخدع بالوش البريء لانثى او رجل. برج السرطان المائية ما تحت السواهي، دواهي أبراج مش سهلة. الكبير والزعيم بتاع الليلة دي كلها نمرة واحد، نمبر وان، بيتصدر الأبراج كلها رجل أو امرأة، بيجلس على عرش الأبراج في حلقة النهاردة متفاخرا ومتباهيا إن هو رقم واحد. برج العقرب المائي رجل أو امرأة، وما أدراك بالعقارب وقوة العقارب. ويعني برج العقرب برج يستحق المركز الأول وبجدارة في حلقة النهاردة. مش عايز أطول وأتكلم في الموضوع كتير، العقرب هو أقوى الأبراج في حلقة النهاردة، ولذلك هو أكتر برج بنخاف منه، أو اللي يستحق يعني إن احنا نخاف منه، ومشهور جدا ومعروف عنه هذا الشيء. اكتبوا لي اراكم في حلقه النهارده، انا بقرا كل تعليقاتكم وبكون سعيد جدا بمشاركاتكم. الانستجرام والفيسبوك بنعمل عليهم لايفات يا جماعه باستمرار، يعني اللي بيحب اللايف ومن عشاق السهر وبيحب اللعب والهزار فيس تو فيس، وجها لوجه، اشترك في الروابط دي. لو انت على الفيسبوك هتلاقيني كده انا مثبت لك تعليق او كاتب تعليق، على اليوتيوب سهم صغير كده جنب كلمه اشتراك اتك عليه هيظهر لك الروابط دي. وعندنا قناتين تانيين، اسأل محمد وعيلته، عشان لو يعني مش زهقانين مني وعايزين تشوفوني اكتر من مرة في اليوم، فانا بنزل في القنوات دي حلقات باستمرار. يا ريت كل عيلتي يشتركوا وينضموا لي، وبنسبة كبيرة ممكن نعمل لايف على الانستجرام الليلة يعني، وهتوحشوني بقى لحد ما اشوفكم قريب ان شاء الله.